الاستراحة الظهيرة مع ياسمين خريشي. وأخبارنا السبت هي أخبارنا المحلية وأيضا الصحية، واليوم رح يكون في عنا عدسة الظهيرة، ويا ترى لوين رحنا هالمرة؟ وأيضا رح يكون في عنا أخبار منوعة. أما بالنسبة لموضوع حلقتنا، فيكم تشاركونا على صفحتنا على الفيسبوك اللي باسم ياسمين خريشي، ولا العنوان هل حان الوقت؟ حان الوقت، لكن لشو؟ انتو بدكم تخبرونا شو الشيء اللي حان الوقت لحتى تعملوا، شو الشيء اللي حان الوقت لحتى تنجزوا، لشو حان الوقت، لشو التغيير اللي لازم هلا يصير بحياتنا كاشخاص او كمجتمعات. هذا هو موضوع حلقتنا لليوم. اما هلا انا وانتو بنروح سريعا لفقرتنا مع الاخبار المحليه. وسهلا فيكم مشاهدينا عن جديد، وبنبلش فقراتنا المنوعة معكم أكيد. والفقرة السابتة والمهمة جدا دائما هي فقرة الأخبار الصحية. شو في عنا اليوم أخبار صحية؟ ما العلاقة بين التدخين وتركيب الدماغ؟ نحن
احنا بنعرف انه في كتير اثار سلبية جانبية للتدخين، لكن هل يعقل ان التدخين قد يكون له تأثير سلبي على تركيبة الدماغ؟ هذا هو اللي راح نعرفه من خبرنا اللي حنشوفه هلا اكيد. لكن باخبارنا الصحية مشاهدينا، كشفت ابحاث جديدة ان الادمان على التدخين قد يكون بسبب تكوين الدماغ عفوا، وتوصل العلماء الى ان الاستعداد للتدخين قد يكون ناجما عن التركيب الجزيئي لمناطق معينة من الدماغ. ومن خلال إنشاء خريطة للدماغ بناء على عينات الأنسجة بعد الوفاة، تمكن الباحثون من فهم سبب ارتباط بعض السلوكيات بما في ذلك التدخين بأجزاء معينة من الدماغ بحسب ما ذكرته صحيفة الإنديبندنت البريطانية. ويقول البروفيسور سيث جراند عالم الأعصاب في جامعة إدنبرا الذي قاد دراسة في هذا المجال، بيقول: درسنا التركيب الجزيئي للدماغ وعزلنا آلاف البروتينات، ثم بحثنا في ارتباط هذا الأمر مع السلوك البشري. وأوضح أيضا البروفيسور أن الدراسة تمكنت من ربط السلوكيات بمجموعة من البروتينات في أجزاء مختلفة من الدماغ، وتم إنشاء الخريطة من خلال تحليل جزيئات البروتين التي يستخدمها الدماغ للتواصل. ويتم إنتاج هذه الجزيئات من قبل الجينات في نقاط الاشتباك العصبي، أي نقاط الاتصال بين الخلايا العصبية في الدماغ. ولذلك فإن رسم خرائط الجزيئات أعطى الباحثين فكرة عن كيفية تأثير الجينات المختلفة في أجزاء مختلفة من الدماغ. لكن احنا شفنا وين بتكون اسباب الادمان على التدخين تحديدا، طبعا هي اكيد متعلقة باماكن معينة في الدماغ، وقاموا من خلال هذه الدراسة بكشف او مش كشف بدراسة بماذا تتعلق او باي جزيئات تتعلق فقرة الادمان على التدخين الخاصة بالدماغ. اكيد مكملين نحن وانتو اخبارنا المنوعة، والى عالم الرياضة. الرياضية أكيد مشاهدينا، شو صار مع ليونيل ميسي؟ على ما يبدو ليونيل ميسي لما وصل لمرحلة رائعة من التقدم في الفوتبول، قاموا محبين ميسي ببناء تمثال له، لكن في المقابل قام بعض الكارهين لميسي بتحطيم هذا التمثال. خلينا نشوف هذا التقرير. فيسبوك تطلق نسخة الأطفال من تطبيقها للتراسل الفوري. نحن بنعرف أنه دائما بعالم السوشيال ميديا هناك حماية للأطفال أثناء استخدامهم لأي تطبيق بالسوشيال ميديا وتحديدا باليوتيوب، لكن على ما يبدو أيضا هو فيسبوك عم بتنزل طرق حماية للأطفال إذا حبوا أنه هن يستخدموا الفيسبوك. وعلى يبدو أنه هاي الحماية تتعلق بموضوع الماسنجر، فقد أعلنت شركة فيسبوك عن إطلاق نسخة جديدة من تطبيقها فيسبوك ماسنجر كيدز، مخصص للأطفال ممن هم دون 13 من العمر. ويأتي التطبيق الجديد ليكون بمثابة نسخة مختلفة ومختصرة لآلية العمل حينما يتم مقارنتها مع التطبيق الأساسي، كما أن هناك فارق يتمثل في إعادة تصميم التطبيق مع أخذ آليات عمل الرقابة الأبوية. يعني بما معناه ما تعتمدوا كتير أنتوا على فيسبوك أو على السوشيال ميديا أني أبليكيشن، يعني أنه هو يحافظ على ابنكم او يعطيه حماية معينة اثناء استخدامه لهذا الابليكيشن، لانه مراقبة الابوين هي ايضا مطلوبة. نحن بنعرف انه في يوتيوب كيدز، والان اصبح في فيسبوك ماسنجر كيدز للاطفال ما دون سن 13. 13 هو واعي لكن ما زال يعتبر طفل اكيد، وبنخاف عليه اثناء استخدام السوشيال ميديا. مكملين نحن وانتو وجولتنا اكيد مشاهدينا مع الاخبار المنوعة، والى عدسة الظهيرة، لوين راحوا الشباب؟ تم اكتشاف كهف العاصي متحف وكهوف ابو جابر في منطقة اليدودة في العاصمة الاردنية عمان.
هذا المتحف اللي هو اسمه متحف العاصي تم اكتشافه جديدا، وهو موجود على مساحة كتير كبيرة بهاي المنطقة اللي هي موجودة بالعاصمة الأردنية عمان أكيد، وفيه آثار تعود لأزمان قديمة جدا جدا. زميلنا علي الطائي أكيد والشباب اللي كانوا معاه الكادر كامل راحوا لهناك وزاروا هذا المتحف، وراح يخبرونا أكثر عن متحف العاصي. اكتشاف أثري جديد في العاصمة الأردنية عمان، وتحديدا في منطقة اليادودة، زارت عدسة سامراء كهف العاصي متحف وكهوف أبو جابر الأثرية، وتعرفت على المكان الأثري الذي تم التعرف عليه جديدا. وتحدث السيد ناصر أبو جابر عن المكان أكثر ووضح لنا كيف تم اكتشافه. والله احنا بنرحب أول شيء بالمشاهدين الكرام عبر قناة السامراء الفضائية، ومرحب فيكم متحف كهوف أبو جابر الأثرية، كهف العاصي الأثري. طبعاً الكهف كان عبارة عن هواية للوالد من عام 1986 في تجميع الإرث الحضاري والتراث والأثار من الآباء والأجداد ومن منطقة اليدودة، اللي هي أساساً يعني الإرث الأجداد كان من منطقة اليدودة لدار أبو جابر. فظل المتحف هواية للوالد في تجميع هذا الشيء لغاية قبل سنة تقريباً تم التنوير عن المتحف وضع الإضاءة عليه وتسليط الضوء عليه من ناحية ترويج السياحة الوافدة للأردن وللخارج ولطلاب المدارس وللجمعيات وللسياحة المحلية وللمواطن الأردني وللسياحة جميع أنواع السياحة. يعني هذا الحكي صار له تقريبا 11 شهر. فتعرف محل زي هيك فيه زخم من الأثار والتراث ما راح يستغرق سنة ترويج، بده ممكن أكثر من سنة طبعا. بس لكن طبعا بهمتكم اعلاميين زيكم قنوات زيكم طبعا المتحف راح يكون فيه اناره على الشاشات الفضائيه ان شاء الله، وراح ناخذكم اليوم بجوله طبعا. تمام، خلينا في المتحف الخارجي. تمام، كهف هل هو العاصي متحف خارجي ومتحف داخلي فيه هو كهف متحف خارجي. نعم، والكهف الداخلي طبعا السيد عاصي والدي. نعم، راح يكون برفقتكم بالشرح بتفصيل الكهف بالكامل وطريقة اكتشافه. طبعا. زي هون احنا واقفين في هاي المنطقة. نعم. واقفين في هاي المنطقة الأحجار البازلتية. نعم. اللي تم تجميعها من قبل الوالد من أجداده من منطقة حوران والأزرق. حلو. طبعا زي هاي المطحنة البازلتية. نعم. هاي مطحنة جاروشة للقمح في الفترة الرومانية. تمام. بنشوف هاي برضو المطاحن البازلتية الكبيرة اللي كانوا يستخدموها للزيتون وللعنب في الفترات الرومانية القديمة. تمام. لنندرج هيك احنا للتاج الايوني. زي هيك التاج الايوني اي تاج فيه لفائف من هون هذا اسمه التاج الايوني، بعود للفتره اليونانيه. هسه راح نشوف برضه الاعمده الكامله الفتره الرومانيه وفي الفتره شنو هاي الكلمات ترمز يعني هذا شاهد هذا شاهد قبر يوناني. طبعا احنا بنميز الحروف لانه عندنا خبره بهذا الشيء بهذا المجال. راح نكمل تجوال. تفضل نتفرج على الاعمده هاي المتناثره المتحف الخارجي. نعم. المتحف المفتوح. نعم. اسمه العلمي اللي هي بتعود للعصور الرومانية والعصور البيزنطية اللي تمام. كان يستخدموها في بناء المساكن أو سواء في بناء المعابد الدينية. خلينا نبدأ أول شيء هنا هذا من آلهة عند الخصب والجمال. نعم نعم، هاي الآلهة آلهة الخصب والجمال فينوس اللي كانت تشتهر في العصر الحجري. عمرها الزمني من 18 ألف سنة إلى 20 ألف سنة قبل الميلاد. طبعا هاي الآلهة نادرة من نوعها، هاي بدايات حمل المرأة. يعني المرأة يوم تكون حامل كان يعملوا لها آلهة، كما وجدت في كثير أماكن أثرية في المملكة مجسمات صغيرة كانت موجودة. نيجي هون عند هذا العمود المسافي الروماني. طبعا عمود المسافي عندنا منه عدد في المتحف الخارجي، هذا عمود المسافة. نعم، شنو يقصد عمود المسافة؟ هذا عمود المسافة الفترة الرومانية كان يوضعوا أعمدة مسافات على الطرق الخارجية الرومانية كل كيلو و700 متر. حلو. يعني 1700 متر كان يوضعوا عمود مسافة روماني. وبرضه من يعرفون هاي المسافة أو قاطعين المسافة هاي. بتميز بالتربيعة من هون زي ما احنا شايفين النحت هذا. نعم. وعمود من فوق، بده يكون تربيعة من تحت وعمود من فوق اسطواني من فوق.
وتجول مراسلنا والسيد ناصر في المكان للتعرف أكثر على القطع الأثرية المتواجدة والتي من المعروف أنها نادرة ولا يوجد لها مثيل أو شبيه، فهنالك بعض القطع تعود للحقبة الزمنية أثناء الحكم الروماني. ويضيف هذا الاكتشاف قيمة عالية للقطاع السياحي في الأردن والذي يلعب دورا كبيرا في جذب السياح إلى هذا المكان، علما بأن الأردن تشهد إقبالا سياحيا كبيرا طيلة العام. ويحدثنا السيد ناصر أبو جابر. يا مشاهدين رح أقرأ أيضا آخر تعليقين لأنه وصلنا تقريبا لنهاية حلقتنا لليوم. بيقول معتز الزيدان لا ما بدنا نكون لهالدرجة سلبيين يا معتز الزيدان، يعني ما نحن عم نقول حان الوقت، يعني انت ليش تسمح للظروف هي تتحكم فيك؟ حان الوقت لانه نحن اللي نتحكم بالظروف اكيد. وسام العبيدي بيقول السلام عليكم، حان الوقت الى ان نطوي صفحة الماضي بكل مآسيها وحزنها ونفتح صفحة مليئة بالافراح والمسرات. اكيد بدنا نعمر العراق وأيضا بالعلم والعمل. طبعا 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 فقد حان الوقت أكيد يا عزيزي لحتى نحن نطوي هالصفحة السوداء ونفتح صفحة بيضاء أكيد. يوم السبت أنا بطول عليكم بحلقة جديدة، إلى اللقاء.